كلهم طارق اي كيو يا جدعان كلهم. قرار رقم 3 لسنة 2024، أنا قررت أعمل شيفت كارير عاجل ورسميا وشاهد قبل الحذف. أنا قررت قرار نهائي، أن كان أنت من الناس اللي بتتابعني وعارف أنا بشتغل إيه مثلا في شغلانتي الحقيقية أو ما تعرفش، فأنا قررت أعمل شيفت كارير وقررت أشتغل شغلانة اللي أنا بحبها. أنا مع فكرة إن أنت تسيب شغلك يا جماعة وتمشي ورا الشغف بتاعك وتمشي ورا حلمك وتمشي ورا هدفك وكل الكلام اللي بيتقال في الحاجات بتاعت التنمية البشرية دي، أنا مؤيد ليه قلبا وقالبا. وعشان كده أنا قررت إن أنا أعمل شيفت كارير، هعمل شيفت كارير وهشتغل صياد. أنا دي المهنة اللي أنا بحبها، هطلع كل يوم إن شاء الله أو كل كم يوم، مش كل يوم يعني، اطلع رحله الى احد الكواكب المجاوره وهو كوكب البليله الشقيق، واطلع اتفرج هناك نكتسب ثقافات جديده. يعني زمان واحنا في المدرسه كانوا دايما بيقولوا لنا ان انت من مميزات السفر ان انت بتتعرف على ثقافات جديده وبتعرف ناس جديده والحاجات دي. فانا قررت ان انا استفيد بالمهنه دي، وقررت ان انا بعد 14 سنه خدمه في التعليم وفي الشغل وفي الحاجات دي استفيد بقى بالمعلومه اللي انا درستها وابتدي اسافر. فانا قررت ان انا ابتدي اطلع رحلات صيد، لو حد طبعا حابب ينضم اهلا وسهلا، ونطلع الى كوكب البليله الشقيق ونشوف الساده السكان في هذا الكوكب يا ترى بيعيشوا ازاي. فقلت اما اعمل رحله الى قناه حدث اليوم، وقناة الحدث اليوم هي احد اهم المواقع لكوكب البليله الشقيق لو حد ما يعرفش، يعني بالذات الجزء الرياضي طبعا انا ما اعرفش بقيه القناه بتعمل ايه. بس المهم برنامج الكابتن احمد جمال المذيع العلامه الراجل الجميل اللي كان طالع ماسك الطبله وبيتكلم لمرتضى منصور، وطبعا طبعا الناس لما بتتكلم عن احمد جمال يقول لك لا حاسب ده الوحيد اللي لما اتهزق قال لك انا همشي. بس اللي الناس ما بتقولوش ان الكابتن احمد جمال كان بيطلع زمان على قناه الحدث اليوم وكان بيطلع في حاجات ثانيه، يقعد يقول لك المستشار مرتضى منصور. يا سلام، هو في زي المستشار مرتضى منصور؟ هو الراجل عشان ما بيعرفش يجامل ما بيعرفش يمثل فهو طبعه كده، لكن بني ادم ليه مفتاحه وانا عرفت مفتاحه، تحترم الراجل ده يحترمك، بس الموضوع بسيط. لكن غير كده ما اعرفش الناس تضايق منه ليه. امير ده ولد ذكي جدا وكادر اداري جاي بقوه. لا انا رخي ما جيمي خد بالك يعني، بس ايه احنا بس في رمضان فهخلي العيال خفيف شويه. المهم قبل ما نتكلم على كابتن احمد جمال وقبل ما نتكلم على الحاجات الحلوه اللي هو بيقولها بمناسبه يعني ان خلاص مصر خلصت البطوله الوديه الجميله، فخليني ان انا اتكلم معاكم الاول في الكلمتين المهمين. وصلنا لمرحله دلوقتي ان محكمه العدل الدوليه طلعت قرار بوقف اطلاق النار في غزه. طيب هل القرار ده الزامي؟ هل القرار ده لازم يتنفذ؟ هل القرار ده ممكن ما يتنفذ؟ كل شيء وارد. يعني ايه كل شيء وارد؟ يعني المفروض والمنطقي او اللي انا افهمه او على حد علمي ان القرار ده قرار الزامي لانه من محكمه العدل الدوليه. يعني ايه قرار الزامي؟ يعني هل حد مثلا هيروح هناك يحتلهم لو هم ما عملوش كده؟ الاجابه لا، بس بيكون في عقوبات من الدول الثقيله، بمعنى ان لو ما نفذش قرار محكمه العدل الدوليه بيبتدي يبقى في عقوبات. الدول اللي بتتعاون معاه اقتصاديا او سياسيا او ايا كان المفروض تطبيقا للقرار بتاع محكمه العدل الدوليه ان هم يبتدوا يمنعوا عنه مثلا اللي بيمدوا باسلحه، اللي بيمدوا باكل، اللي بيمدوا بشرب، اللي بيمدوا ببترول، اللي بيمدوا بغاز، اللي بيمدوا بايا كان، تبتدي تاخد خطواتك ان انت بتعاقبه. ليه؟ لان قرار محكمه الدوليه قال ان هو يعمل 1 2 3 وهو ما عملش ال 1 2 3 ده على حد فهمي. طب هل الكلام ده يا جماعه احنا وصلنا له من فراغ؟ تاني وتالت ورابع هعيد نفس الكلام يا جماعه، ما تتعودوش وما تبطلوش تتكلموا عليهم، لان كلامنا هو اللي وصلنا للمرحله دي. الضجه اللي حصلت في العالم ان العالم كله بيتكلم على اللي بيحصل في غزه او بيتكلم على اللي بيحصل في فلسطين هو اللي وصلنا للمرحله دي. لحد النهارده او خلينا نقول لحد امبارح في قصف شغال على غزه، طبعا تحديدا غزه، هو كده كده في اعتداءات في كل حته في فلسطين، بس الكلام اكتر على غزه لان اللي بيحصل غزه ده اباده وده كلام واضح وصريح. في قصف في وسط غزه في جنوب غزه بعيدا عن شمال غزه اللي هم كانوا شايفين ان هو ده نقط الارتكاز بتاعت حماس اللي هم بيحاربوهم والكلام، هم البالونه اللي كانوا بيحاولوا يبيعوها لنا دي واللي في ناس شربتها فعلا، وابتدينا بدل ما احنا كلنا بنتكلم ان هو ده الناس اللي احنا ما بنحبهمش او هم دول العدو بتوعنا، فاحنا ابتدينا بقى نبص لبعض، لا يلا انت وحش وانت كمان وانت نفسك تعمل وانت اصلا عايز تعمل، وابتدينا نسيب الشخص الاساسي اللي انت المفروض خناقتك حوارك ده كله معاه، ابتديت انت تسيبه وتمسك بقى في اللي جنبك. وبص بص الاماراتيين بيعملوا ايه، طب شوف الاردنيين، طب بص على فكره السعوديين ندوا مساعدات اكتر منه، طب اخواتنا بتوع الكويت فين، وابتدينا احنا نمسك في بعض ونسيب الاساس ونسيب الاساس او البيز بتاع المشكله اللي هم اللي ما يتسموا اله يا رب ما يتسموا، ونعيش لحد ما نشوفهم بيختفوا من على وجه الارض نفر نفر فيهم عشان نبقى خلصنا. المهم يعني لو سمحتوا ما تتعودوش على اللي بيحصل وما تنسوش، وركزوا على السبب الرئيسي وركزوا على السبب الاساسي اللي بيخلينا نتكلم في الكلام ده، ان انت محتاج تدعيلهم، ان انت محتاج تتكلم عليهم، ان انت محتاج تساعدهم على قد ما تقدر. الكلام والدعم الاعلامي، الكلام والدعم اللي في العلن غير الكلام والدعم اللي في الخفا، طبعا مطلوب منك انك تدعمهم في الخفا وربنا يرزق اي حد. وطبعا مش هقول لحد ان انت لما تتبرع لهم معنى كده نطلع اقول انا اتبرعت لغزه مش عارف بكام، بس انا بتكلم في فكره ان الكلام في الميديا مهم جدا جدا في الزمن اللي احنا فيه. فلو سمحتوا ما تنسوهمش وما تبطلوش تدعوا لهم وما تبطلوش تتكلموا عليهم، وان شاء الله هنعيش لحد ما نشوف اخواتنا منتصرين والخريطه كلها مكتوب فيها فلسطين. نرجع للاخ جيمي، الكابتن احمد جمال نجم الاعلام او نجم قناه الحدث اليوم. طبعا هو كان مشي من قناه الحدث اليوم وراح قناه الزمالك وبعدين اترفد
ورجع تاني قناه الحدث اليوم اللي هو بيته ومطرحه، بس احنا يعني مش هنتكلم في الموضوع ده عشان ده مش موضوعنا الحقيقه. خلينا واحده واحده كده نشوف الكابتن احمد جمال، لان واضح ان في العرق الزملكاوي ما بيعرفش يستخبى، يعني برده مهما كان عامل نفسه حيادي وبيحاول يبقى حيادي وقال يعني الاستوديو بتاعه حيادي، وهو بيجيب الكابتن الافريقي والكابتن عفت الشربيني اللي هما بين قوسين محمد عبد الله وعفت نصار، ويجيب شويه زباين كده وبعد كده قال يعني ها عايزين واحد اهلاوي يا سيدي، تعالى اينو تعالى اينو، انت شكلك طيب ومحترم يا اينو، مش هتعرف برده تسد معاهم قوي، ودول ناس عايزه تجعر وبتاع نفسي، يعني بنحاول نكوبي كده الفكره بتاعت اسلام صادق على صغير. هتقولي يا جدع لا مش الدرجه دي، اقول لك يا جدع انت اللي مش الدرجه دي، كان اسلام صادق هو اللي بينتج البرنامج ده، يعني دي قصص كده مش موضوعنا مش هنتكلم فيها دلوقتي. بعدين يا استاذ نيمار. المهم خلينا نشوف واحده واحده الاستاذ احمد جمال الشهير بجيمي كان بيقول ايه، ونرجع نكمل كلام مع بعض واحده واحده. فانا اتابع مباراه مصر مع نيوزيلندا، كتر خيرك، وايمن معلق هايل، معلق كبير، ايمن الكاشف معلق نجم، يعني معلق بشخصيه النجم، حصل خش في الموضوع في التعليق طبعا، بس ال- ال- الوصف اللي كان بيقوله على لعيبه مصر ايوه استدعى ذاكرتي لمده شهر قبل، يعني ماشي. بدات افكر ان فلان الفلاني اللي بيقول عليه ايه الله عليك يا اللي مش عارف بتعمل ايه، اللي مش عارف ايه اللي انت بتعمل، والتوقيفه والباصه وبتاع. طب اخبار اللعيبه دي صديقي العزيز اخويا وحبيبي كابتن ايمن عملوا ايه في كاس الامم؟ عنده حق، عندك حق، يعني اللعيبه اللي هي النجوم اللي بتطلع في البرامج اللي مصر كلها بتتكلم عنها في برنامج بتاع الساعه 7 بعد صلاه المغرب دوت، والناس دي فاكرين يا جماعه كان شكلهم عامل ازاي قدام الراس الاخضر وقدام موزمبيق قدام الكونغو الديمقراطيه؟ فاكرين. كنا عارفين يجيب كورنر؟ ده كان شكلنا وحش، النجوم اللي بتنور في الضلمه دي كان شكلنا وحش. وبعدين عايز توصل ايه معاك؟ مع كل الاحترام يعني انا مش ضد العيب بعينه، يعني لا 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 يا راجل ما تعلبش والله باين على وشك. سامي المنتخب كله ومسك امام، قال لك وامام بقى، ويعني مش عايزين نتكلم يعني احسن، انا تعبان تعبان يا كابتن شوبير تعبان. طب كمل يا جيمي عشان واضح ان انت في عندك بعض من الاحاسيس اللي ناوي ان انت تحكي لنا عنها، اتفضل. بس اي لعيب يعني مع كل الاحترام، ايوه ايوه اي لعيب وخلاص. محمد صلاح على جنب، اشمعنى يعني؟ انا عايز حد يقول لي اشمعنى، اشمعنى محمد صلاح على جنب ليه؟ عشان هو العالم الاسطوره اللي مش عارف ايه يا عم على دماغنا من فوق، ماشي. وبعدين اشمعنى لما تيجي تتكلم على منتخب مصر تقول لنا بس محمد صلاح على جنب؟ سيبنا محمد صلاح مش موضوعنا، كمل. بس انا بتكلم على اللعيبه اللي بعد كده، اقدر افهم هل المنتخب مع حسام او غير حسام، هل اللعيبه وهل الكواليتي اللي موجود ده يستحق؟ أيوة. اللي انا سمعته في التعليق على المباراه في ناس منهم تستحق اللي احنا بنعيشه دوت، ورجعنا تاني لنغمة الاهلي والزمالك، والاهلي كسب الزمالك والاهلي هياخد بطوله افريقيا وسيمبا وبتاع، هنعيش القدر ده تمام، بس اللعيبه هتعيش القدر ده فعلا. يا عيني انت شايفه قدر، انت عندك مشاكل ان النغمه بتاعت ان الاهلي اداك على وشك تاني كنادي الزمالك، وان لعيبه الاهلي ابتدت تتالق وترجع للمنتخب، وان لعيبه الاهلي رايحه على بطوله افريقيا وان شاء الله نكسب بطوله افريقيا. مش عارف ليه الموضوع ده بيفكرني بكاس امم افريقيا 2006 تقريبا، كان الاهلي برضه في 2004 2005 دوري بتاع 2005 ده كان الاهلي بياكل الاخضر واليابس. يا عيني الاهلي كسب كل فرق الدوري بلا استثناء بما فيهم الزمالك، يعني رايح جاي. رايح جاي باستثناء فريقين بس، وما كانوش الزمالك وما كانوش الاسماعيلي وما كانش فيه اسيوطي، كان المصري وكان انبي، كل فريق فيهم خسر ماتش وتعادل ماتش، فده كان الانجاز اللي في الدوري. الاهلي خلص الدوري ده ب 74 نقطه، بينه وبين اللي بعديه 31 نقطه، وده مش انت خالص لان انت كنت في المركز السادس، كان يعني حالتك صعبه شويه، بس ده مش موضوعنا. المهم احساسك ان لعيبه الاهلي رجعت تاني في الصوره عامل لك ازمه، يعني انت لما جيت تبرر لصلاح طلعت صلاح بره حزبه المنتخب، ان يا باشا بعيدا عن صلاح عادي، صلاح نجم ومتالق في اوروبا، وصلاح واحد من احسن ثلاث لعيبه في العالم، صلاح يستحق البالون دور 7 مرات على التوازي. شوف انا معاك في كل حته، شوف انت عايز تروح فين بصلاح وانا معاك يا سيدي، خلص اركن تمام، المعيار هنا ما فيهوش منتخب، تعالى بقى لعيبه الاهلي قافش ليه؟ يعني عندك ازمه ليه؟ قول لنا قول لنا، انا كده كده هسمعك. انا جاي النهارده انا صايم، وانت عارف ان انا صايم ببقى يعني محترم ازيد ما انا محترم اصلا في الطبيعي، خد بالك عشان انا قمه في الاخلاق الحمد لله، فانا هسمعك وانا ساكت مش هتكلم، اتفضل. بس اللعيبه دي هي اللعيبه بتاعه زمان، يعني ايه اللعيبه بتاعه زمان؟ وهل كواليتي اللعيبه ديت يستاهل كل الهاله اللي معموله لهم ديت؟ ايوه في لعيبه بتستاهل سؤال بس، ما انا بجاوبك اهو، يعني انت بتقول سؤال بس وانا بجاوبك، انت زعلان ليه؟ يعني قول لي يا استاذ جيمي انت ايه اللي تعبك؟ احكي لي بس انت مشكلتك فين وانا هعالجك. لو انت متضايق ان في لعيبه من الاهلي متصيطه، ففي لعيبه فعلا في الاهلي تقيله، يعني لما تيجي تتكلم يا اخي على لعيبه الاهلي كده ولا على السكواد بتاع الاهلي، ولا تيجي تتكلم على الواد امام عاشور احد الصفقات النادي الاهلي، خد لي بالك انت.
لعيب لسه صغير لسه بيظهر، واضح وضوح الشمس ان لو فضل مركز في الكوره وفضل مكمل زي ما هو كده هيروح في حته تاسعه مش تانيه، فربنا يكرمه وربنا يوفقه. انت عندك مشاكل؟ طب احكي قول لنا مشاكلك ايه. طيب لان رامز جلال ذكي جدا، رامز جميل ايوه، وكل اسئلته انا بس يعني انا لما انت بتقول حاجه زي كده انا بسقف له ماشي. سواء مثلا موضوع امام عاشور انا بسقف له. انا على ليه بقى ايه السؤال العبقري اللي رامز ساله؟ طيب ببص ايه حاجه في الكوره، لان هو بياكد على معاني معينه هو بيخاطب بيها جمهور النادي الاهلي، وراجل اهلاوي على اي حاجه في النادي الاهلي، وبيمحي هو عايز يمحي مرحله. ايه هي المرحله؟ الموضوع إيه مثلا إيه امام عاشور، فالسؤال ذكي جدا، انت اهلاوي ولا زملكاوي امام؟ هيقول لك ايه؟ هو ده السؤال ذكي جدا، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ يا جدعان سكان كوكب البليله، انك تسال لعيب كوره تقول له انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لعيب عليه جدل في السوشيال ميديا ان عمالين يقولوا ده زملكاوي، على فكره بقى ده زملكاوي بيحبنا والله، هو بس جه عندكم كده. فلما يطلع في برنامج ايا كان نوع البرنامج ايا كان ايه اللي بيحصل ومقدم برنامج يقول له ايه بابا قلت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ده سؤال ذكي جدا، ده سؤال يعني بص قمه في العبقريه. كلهم طارق اي كيو يا جدعان كلهم. كمل يا جيمي، كابتن جيمي اي كيو اتفضل. يعني الراجل هيقول لك ايه؟ هيقول لك زملكاوي، فهيقول لك هيقول اهلاوي، هيقول لك اهلاوي، فتلاقي ايه الحق ده طلع اهلاوي بجد والله. مين عامل كده؟ يعني يعني هو كده يعني الموضوع، واللي عايز يصدق بيصدق، ونقوم ناسين بقى الحاجات. عارف ليه فكرني بجد والله؟ يعني هي كده بقى، هي كده خلاص طلع على اهلاوي. قول قول ناسين بقى الحاجات اللي قبل كده وكل الكلام ده. ايوه ناسين الحاجات اللي قبل كده. هو انت ميدو كلام يا جماعه؟ ايه يا جماعه ده صحيح؟ ازاي يقول له ميدو كلمك؟ عيب. بالمناسبه امام عاشور يا جماعه جاب لمنتخب مصر 3 امم افريقيا واثنين كاس عالم للانديه وثلاثة قارات وخمسه. يا جماعه مش كده والله، مش كده. بس قبل ما اكمل، امام عاشور، لا معلش معلش انا هعيد الجمله دي تاني، احكي لي كده بطولات امام عاشور تاني معلش، عشان بس محتاج اركز فيها. جاب ايه المنتخب مصر؟ معلش يا استاذ جيمي قول تاني كده من الاول، يعني انا اسف ان انا هتعبك بس اتفضل. بالمناسبه امام عاشور يا جماعه جاب لمنتخب مصر 3 امم افريقيا وثلاثة امم افريقيا كاس عالم للانديه وثلاثة قارات وخمسه. يا جماعه ثلاثة قارات والله مش كده. بص هو انت نسيت تقول ان امام جاب 10، يعني امام لما شافك وقال لك على بطولاته حكى لك ان هو تقريبا لحد دلوقتي جاب بتاع 10 بطولات. بس بعيدا عن مستوى الاي كيو بتاعك، ان انت لما جيت ترمي افيه قلت ان امام حقق لمنتخب مصر 2 كاس عالم للانديه، ده بيثبت لنا ان كلكم طارق اي كيو فعلا. يعني انا مدرك ان انت قلتها وعدت في الاستوديو عادي، محدش في الاير بيس قال لك حاجه، محدش من الناس الحلوه اللي قاعده جنبك دي اللي هم الرجاله اللي قاعدين بمايك دول. يا جماعه الحلقه دي كان مصروف عليها 3 جنيه وربع في الانتاج، عشان بس لو حد عايز يتفرج. هلاقي كابتن احمد قاعد لابس مايك، كابتن افريقي الشهير محمد عبد الله لابس مايك، وبعدين جايبين 2 زمان حلوين قوي والله العظيم، في واحد منهم تحفه هجي لك بعد رمضان والله العظيم ما انساك يا استاذ محمد، ما تقلقش استاذ محمد انا جاي. استاذ محمد جبالي نورت وحياه ربنا وفكرتني بالايام الحلوه بتاع قناه الزمالك زمان، بس بعد رمضان ان شاء الله. وفي الاثنين بقى الضيوف دول قاعدين ماسكين مايك عادي، اللي هو يجي يتكلم يقول له انا بقول مش عارف ايه، طب خد انت، عشان بس احنا الاثنين ما عندناش غير مايك واحد. بس يعني برضه مش في الاداره، احنا مش هنتكلم على الكلام ده، استاذ اسلام صادق مش عايز يصرف على البرنامج، دي حاجه ترجع له، احنا مش هنتكلم في القصص دي، خلي القصص دي بعدين. بس انا هسيبك تكمل، قول لي لو عندك حاجه ثانيه بالنسبه للبطولات، يعني الحقيقه امام عاشور او الحاجات اللي جابها امام عاشور، عشان واضح ان انت ادرى بيها طبعا، يعني انت طبعا اقرب والحاجات دي، انت يعني اعلامي وعندك مصادرك وكده عشان ما تفهمش الكلام غلط، واحنا صايمين برضه مش هطير صيامي عليك، فقول لنا عشان ارد عليك مره واحده اتفضل. بتخاطبوا مشاعر الناس الطيبه الغلابه اللي بيحبوا الكوره، اللي هم اللي بيتقال، والكواليس حاجه تانية خالص. كواليس حاجه تانية خالص، وانا مش هقول اكتر من كده، انا مش هقول اكتر من كده. طب بصوا يا جماعه عشان نقفل القصه دي دلوقتي، احنا في سيناريو من اتنين، الاعزاء والاشقاء اخواتنا وحبايبنا واخواتنا اللي ساكنين في كوكب البليله بيحاولوا يقنعونا ان امام عاشور زملكاوي من صغره. ده بيستند عليه ايه؟ يعني الروايه دي لما طلعت ازاي؟ طلعت ان امام عاشور زملكاوي جدا، ولما راح احترف في ميتلاند وما نجحش ورجع من ميتلاند كان نفسه ومنع عينه ان هو يروح نادي الزمالك. واحده من النظريات او واحده من الاسباب اللي بتدعم هذه النظريه ان الكابتن احمد حسام ميدو طلع علينا الاعلام الشهير الرجل المتهاك، وهو اللي قال على فكره ان هو اتهاك قبل كده مره، وبقيه المرات ما كانش بيتهاك، كان هو بس نفسه يكون متهاك، لكن ما كان بيبقى هو اللي قال الموضوع، يعني برضو مش موضوعنا هنتكلم في القصه دي بعدين. ان الكابتن احمد حسام ميدو الشهير بالعلامه على ما تفرج طلع قال لك ده امام عاشور كلمني قبل ما يروح يمضي في الاهلي، وكلمني قال لي انا عايز اروح الزمالك، وانا الحقيقه عملت تليفوناتي وكلمت الناس في الزمالك وقالوا لي وقالوا له وانا قلت له، لحد ما اتحطوا الاثنين قدام بعض قدام كاميرا واتسال سؤال واضح وصريح من رامز جلال، قال له يا امام هو انت كلمت ميدو؟ لان السؤال ده كان اتسال للاثنين او اتسال لامام
امام بالذات في الاول قبل ما يبقوا في وش بعض، وهم في وش بعض اتسال قال له يا امام انت كلمت ميدو؟ قال له لا ده هو اللي كلمني. قبلها كان امام بيقول لرامز ده انا اصلا مخلص مع الاهلي من بدري بس انا كنت ساكت عشان الدنيا تمشي. اركن برضو دي على جنب، وهنا انا مش بتكلم في قصه اهلاوي وزملكاوي بس انا عايز اشرح لكم نقطه بسيطه. المهم يعني لما اتحطوا في وش بعض قال له يا ميدو ده انت اللي كلمت مش هو اللي كلمك؟ راح قال له اه ايوه انا اللي كلمت. فالنظريه اللي هم بانيينها اساسا ان قد ايه امام زملكاوي وقد ايه امام من صغره ابن التالتة يمين، النظريه دي باظت. اللي محدش بيتكلم فيه ان امام ايام ما كان ناشئ في غزل المحله وبعد كده كان بيلعب في حرس الحدود كان بيتفاوض مع الاهلي وكان هيمضي للاهلي، واللي حصل ساعتها ان الاهلي قرر ان هو ما يجيبش امام عاشور ويجيب محمد فخري، واعتقد في ناس ممكن تبقى لسه فاكره محمد فخري لحد قريب كان بيلعب في الاهلي برضو نفس السن تقريبا، وامام كان قريب من الاهلي وكان هيمضي للاهلي وبعدها راح الزمالك. امام يا سيدي زملكاوي انا معاك، امام بيعشق تراب الزمالك انا معاك، عيله امام كلها زملكاويه برضه انا معاك، بس انا مش هطلع اول ما امام يقول اهلاوي اقول لك ايه امام اهلاوي. انا هقول لك حاجه تانية، تخيل ان الزملكاوي اللي بيعشق ويموت في الزمالك مشروع الكبو ابن التالتة يمين اللي بيروح يشتم نادي الاهلي وبص بيموت في الزمالك اما جات له فرصه يلعب في الاهلي قال لك ام الزمالك يا سيدي ماشي ده الزملكاوي هاتوا يجي يلعب معانا، يجيب فيكوا جوان، يجيب جوان ويجري في الملعب ويقلع التيشيرت وينزل ويعمل لكم كده ويدوس برجله على النجيله يعجنها ويطلع يقول على الراجل اللي بيطبل لكم وانتوا فرحانين بيقول لك الهجاص اللي هو بين قوسين رئيس هيئه المضانيق بدون ذكر اسماء الكابتن رضا عبد العال. يعني ايا كان تخيل ان اللي بيعمل فيكوا كل ده يا سيدي انا معاك انه زملكاوي لما ده بيعمل فيكوا كده هو زملكاوي، امال الاهلاوي هيعمل فيكوا ايه؟ متهيألي التخيل صعب عليكم. ما علينا، كمل يا استاذ جيمي اتفضل اتحفنا بنظرياتك. سؤال حضرتك الاولاني هو ليه كهربا ممكن يكون ظهر كتير في الفتره كده؟ لا انا ليه تحديدا هو لا مش كهربا، انا ما قلتش كهربا، انا زي ما قلت عاشور انا ما بقولش برضو كهربا، معلش انا موجوع بس مش عايز ابين عناكر عاملين حاجه شوف ازاي بالظبط. فكل ما بيطلع العيد من دول ايا كان هو اسمه ايه دلوقتي ايا كان صحيح ايوه ايا كان بعد افكر هو ده جاب ميداليه لمصر؟ لا خالص. هو ده جاب بطوله لمصر؟ احنا من 20/10 بعيد كلنا. طيب بس استنى يا استاذ بالمايك بتاع حضرتك ده ده شيل المايك ده خبيه، طب اعمل له اي منظر يعني اعمل له اي ديكور وثبته المايك في ظهره، مفيش اي كرياتيفيتي ب 2 جنيه بس ما علينا مش موضوعنا. المهم بيقول لك اما باجي افكر كده اما الاقي اي لعيب طالع اقول لك يعني هو ده جاب ميداليا لمصر؟ طب يعني حضرتك الجيل اللي بيلعب دلوقتي كله ما جابش ميداليات لمصر، نبطل نستضيف لعيب الكوره ولا انت شايف ايه؟ يعني وجهه نظر حضرتك العبقريه في ان يكون هو ده المقياس انا مش فاهمها. لو انت شايف ان اللعيب ده ما جابش ميداليه لمصر اذكر لعيب واحد بيلعب حاليا في منتخب مصر جاب ميداليه لمنتخب مصر علما بان اخر ميداليه فاز بيها منتخب مصر من 14 سنه. عايش يا جماعه نقفل البرامج بقى ونبطل نتكلم. انا معاك ان في مشكله في التناول الاعلامي لمنتخب مصر، معاك ان في مشكله ان منتخب مصر اللي هو منتخب مصر لما وصل فاينل الناس عملت فرح واستضافوا لعيبه وعملت فيلم هندي واحد طلع يغني لنا مع منى الشاذلي والتاني طلع يطبل مش عارف فين، كل ده انا معاك، بس المقياس اللي انت بتقيسه ده اعتقد انه مش سالك انك تقول لما فلان بلاقيه بيظهر بقول هو ده يعني جاب ميداليه لمنتخب مصر عشان مش هتتكلم عن النادي، صح؟ انا حاسك مش سالك ولا انا ظالمك؟ قول كده قول وريني هتقول ايه. بعيد كلنا يعني حضرتك كافراد برافو عليك حضرتك بقى يعني النجوميه والهل معموله دي يعني بالنسبه بناء عليه او مبنيه عليه عايز افهم يعني بس يعني احنا بنحاول نقول او بنتمنى يعني ان يكون الواقع حاليا كوره قدام موزمبيق وبتشحت كوره قدام صحيح صحيح كنا بنشحت كوره وانت كنت في الملعب يا فندم النجم اللي اتفضل يا فندم طلع اربع مرات ما لعبش ماتش واحد اساسي كان بره القايمه. طيب يعني انت شايف ان تقييم اللعيب بيكون على مسيرته الدوليه بس يا جيمي؟ انت متاكد وش مسيرته الدوليه في المطلق؟ ده انت حتى بتتكلم على اخر فتره يعني اللعيب ده ما كانش بيشارك. بعيدا عن حسابات ان انت ممكن لما تتكلم مثلا على وينج يمين متالق في مصر فالطبيعي انه ما يشاركش لانه بيلعب عليه محمد صلاح، يعني اكيد هو مش هيقعد محمد صلاح. مصطفى محمد مثلا من وجهه نظري حاليا بيعيش افضل ايامه، مش معنى افضل ايامه ان دي اقصى حاجه ممكن مصطفى محمد يوصل لها، انا من وجهه نظري ان مصطفى محمد لسه عنده احسن من كده كمان، لسه يقدر يوصل لاحسن من كده كمان وربنا يكرمه، مهاجم متالق مهاجم عنده الامكانيات فربنا يكرمه وربنا يوسع عليه. بس مثلا وجود مصطفى محمد كمهاجم مش هيخلي الفرصه سهله ان حتى لو ظهر مهاجم موهوب يا سيدي بعيدا عن كهربا انه يروح يلعب على مصطفى محمد، زي كده ما كان ايام ابو تريكه الله يمسيه بالخير اما كان موجود في المنتخب كان اي بلاي ميكر في مصر كده كده مش هيلعب لان ابو تريكه موجود، قصه خلصانه يعني مش محتاجه ان احنا نقعد نتكلم فيها. فالمقياس بتاعك
ما فهمتوش. يعني انت شايف ان كهربا بيتجامل وبيظهر مش عشان الاسئلة والقصص والغرامة والفيلم والكلام ده وان هو حقه بعد حتى ما دفع انه يطلع يقول مين اللي ظلمه واتظلم ازاي، لا ده هو بيتجامل لان هو اصلا ما بيلعبش مع المنتخب. انا مش هحتاج اعمل باتنين جنيه سيرش يعني يا جيمي، انا مش هحتاج اعمل باتنين جنيه سيرش. يعني مثلا مثلا من شويه وانت بتتكلم على امام عاشور او لما شفت انا القصه دي قلت اعمل باتنين جنيه سيرش. باتنين جنيه سيرش بما انك انت يعني زعلان وان الراجل طلع وقال انا اهلاوي وبتاع، لقيت لك شويه فيديوهات ملهاش اول من اخر. تعالى كده اقرا لك شويه عناوين، اوريك عناوينك او عناوين فيديوهاتك. يعني لما كان بيتقال ان عبد الله السعيد راح الزمالك، احمد جمال بعد انتقال عبد الله سعيد للزمالك خساره فادحه للاهلي، الكلام ده من 5 سنين طبعا، ساعتها ما اتنقلش ولا حاجه. احمد جمال يكشف كواليس قدوم عبد الله السعيد من السعوديه، طبعا برده بيقولون راح الزمالك، الكلام ده من 5 سنين برضو بكرهش. احمد جمال يفاجئ ضيفه بسؤال عبد الله السعيد هيتذبح، والاخير هو اتذبح خلاص عشان ساب الاهلي وعشان قال ان هو عايز يلعب في الزمالك. يعني طبعا الفيديوهات دي محتاجه ساعه مثلا، بس انا مش هجيب لك الفيديوهات خليها عليا. احمد جمال يوجه تلميحات مبهجه للزمالكاويه وحقيقه التعاقد مع عبد الله السعيد واحمد حجازي، والترند بتاع التعاقد بتاع احمد حجازي ده للناس اللي مش فاكراه ده زي الترند بتاع اليومين دول كده، لو احنا هنتعاقد مع محمد عبد المنعم. صحي يوم النوم الصبح قال لك بقول لك ايه، محمد عبد المنعم شال انه لعيب من الاهلي من البايو. طب يا ابن الحلال محمد عبد المنعم ما كانش كاتبها اصلا على الانستغرام، اسمع مني كان كاتبها وانت مش عارف وشالها، فهو جاي الزمالك. محمد عبد المنعم يقترب من خطين. دول سكان كوكب البليه اللي احنا بنتعامل معاهم. بس يعني خلينا نكمل في موضوعنا دلوقتي. محمد عبد المنعم، احمد جمال يرد على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد مفاجآت غير متوقعه. انت عارف يا جيمي انا ممكن اجيب لك كام فيديو وانت بتحكي على عبد الله السعيد الزملكاوي وعبد الله السعيد المذبوح وعبد الله السعيد اللي مش عارف ايه. بس يعني دي هتحتاج باتنين جنيه سيرش، يعني هتحتاج ان انا ابذل مجهود. لكن انا جيت اجري عارف عملت ترن في الفيديو كده لقيتك في نفس الحلقه بتقول عكس اللي انت بتقوله. تعال نشوف كنت بتقول ايه. مين اعرف لعيب موجود في مصر؟ مين اعرف لعيب موجود في مصر؟ احرف ولا افضل؟ احرف. انا عايز احرف. مين صاحب الموهبه؟ الموهبه الفذه من وجهه نظري. التجارب اللي بتطلع لكابتن طارق اي كيو دي برضه حاليا في الوقت الحالي. ده الحاج محمد، ثانيه واحده يا جماعه، الحاج محمد ده تقريبا ناوي ياخد معزه الحاج محمد رجب. يعني تقريبا هو اي حد اسمه حاج ومحمد تبع نادي الزمالك بيتالق تقريبا، دي نظريه كده يعني انا اخترعتها انا وواحد صاحبي امبارح على القهوه من ساعه ما شفت الراجل الطيب ده. فخلينا نشوف بس هما بيقولوا ايه وبعدين نرجع نكمل القصه دي، مش موضوعنا دلوقتي. على خلاف يا زعماني؟ احرف. لا يبقى شيكابالا فعلا. شيكابالا فعلا الراجل التاني، بس المايك لسه مرعب. عندك خلاف الانتاج يا استاذ نيمار؟ عندي خلاف على شيكابالا؟ يعني مين يعني تلحق في رمضان ولا ايه؟ الفذه موجوده في مصر. مين هو اسمه يا فندم؟ احنا هنهزر. احنا هنهزر. ايه؟ يعني انت عايز جمهور الزمالك يشتمني؟ انت عارف انا طالع ازاي؟ ما اعتقدش ان في احرف من شيكابالا يعني. الموضوع كوميدي جدا. احرف واحد شيكابالا طبعا. شيكابالا ده في حته ثانيه. احب اقول للساده المشاهدين انا ما شفتش شيكابالا في البرامج بعد برنامج عمر قريب من سنتين. ولا هتشوفه. انا ما شفتش شيكابالا في برنامج في التلفزيون برنامج عمر قديم من سنتين. هي مش كانت بالانضمام لمنتخب زميلي ولا ايه؟ هي مش كانت بالانجازات من المنتخب من شويه؟ يعني كابتن شيكابالا اخر مره انضم للمنتخب امتى؟ يعني ليه تخليني اسيبك انت بقى في الفيديو واقعد اقول لك الكابتن شيكابالا ذو المسيره الذهبيه مع منتخب مصر، وان الكابتن ايمن اشرف اللي هو اصلا باك شمال اللي كان بيلعب مدافع جايب اجوان اكتر من شيكابالا مع المنتخب. يعني ليه نفتح السيره دي؟ انا مش عايز افتحها يا اخي رصايب. خلاص مش هتكلم في الموضوع ده النهارده، بتهيألي كفايه عليك كده. ولو سمحت ثبت معيارك، يعني مش ان انت عايز معيارك يتظبط، انت محتاج تحط معيار ثابت. يعني دي قصه برضه هنتكلم فيها بعدين، بس لو سمحت رسينا يا استاذ احمد عشان ما نحتارش. هل اللعيب اللي بيطلع في التلفزيون المفروض يكون عمل انجاز مع المنتخب ولا يكون احرف لعيب موجود دلوقتي؟ اللي يعرف الاجابه يقول لي في الكومنتات عشان احترت يا جماعه. كل سنه وانت طيب يا ابو حميد، ده احنا كده على الخفيف. ها خد بالك يعني.